كرة ثابتة للمصلحة المنتخب الإسباني، كرة عالية أمامية، جول جول 1-0 للماتادور. دييغو كوستا في ثاني أهدافه الدولية مع الماتادور، يفتتح أهداف المنتخب الإسباني في مباراة اليوم وأهداف إسبانيا في التصفيات. 1-0 هنا في ملعب المباراة. رينو دي ليون بكرة ثابتة في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، لعبها بشكل رائع كوكي، وارتقاء رائع من كوشتا. بالكرة ألبا، ألبا يبحث عن نوليتو، الكرة بتصل إلى نوليتو. نوليتو مباراة دوري رقم 14، عنده 5 أهداف بقميص الماتادور اللي انتقل هذا الموسم من سلتا. في خطيرة الكرة، الله 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 الله، سيرجي روبرتو ظهير البارسا يحلق بالإسبان بالهدف الثاني. سيرجي روبرتو يسجل ثاني أهداف إسبانيا وأول أهداف الدولية بقميص الماتادور، بقميص لاروخا. 2 إسبانيا، لا شيء لشتينشتاين. هذه الكرة اللي كانت فقط محتاجة لمسة غمزة من ظهير البارسا اللي بيتقدم لإسبانيا. يا سلام على تمريرة نوليتو وعلى لمسة سيرجي روبرتو، الكرة في مرمى لشتينشتاين. هدفين، ظهير البارسا يحلق بالماتادور عاليا في هذه التصفيات، في بداية التصفيات. صفق يا لوبتيجي، صفق يا يولين. اثنين لإسبانيا، لا شيء وإسبانيا تعزف سيمفونية في ملعب المباراة. ثلاثية إسبانية بتوقيع سيلفا، عمل رائع من فيتولو في الجهة اليمنى وسيلفا أمام المرمى. الكرة تضرب بالعرض وتكمل طريقها للمرمى. ثلاثية، الله يا سيلفا، تمركز في مكان رائع، لم يجد صعوبة في وضع الكرة في المرمى. عرضية وستسكر من رائع من فيتولو. فيتولو لم يسجل، لكن من أكثر لاعبي إسبانيا نشاطا ومحاولات في مباراة اليوم، هو اللي بيصنع الهدف الثالث لمصلحة سيلفا اللي بيصل 27 دولية مع المنتخب الإسباني. هذه كرة إسبانية خطيرة، حلوة. فيتولو بيرد الهدية لسيلفا. سيلفا بيرد الهدية لفيتولو، هذه كرة الهدف الرابع. سيلفا هو من يصنع وفيتولو هو من يسجل. سيلفا من يصنع وفيتولو هو من يسجل. لف دوران الكرة في المرة الأولى بيشيل حارس المرمى، والفرة الثانية بالراس دييغو كوشتا بالراس، تخصص كرات راسية. ثاني أهدافه في مباراة اليوم، ثاني أهدافه في مباراة اليوم، بيضيف الهدف الخامس لإسبانيا وهدفه الثالث دوليا. دييغو كوشتا، دييغو كوشتا 5 أهداف إسبانيا. شوف يتلاعب بشكل رائع في بولفيرينو. في المرة الأولى بيشيل حارس المرمى، والمتابعة في الزاوية البعيدة. دييغو كوشتا بيضيف هدف المباراة الخامس لمصلحة المنتخب الإسباني. الخماسية إسبانية هنا في ملعب رينو دي ليون. راموس يمين يلي حارس مرمى لشتينشتاين، هذه كرة من نوليتو إلى ألفارو مراتو بالقدم اليسرى. يا السلام في الزاوية اللي بيقف فيها حارس المرمى. وسادس أهداف الإسبان في مباراة اليوم. 6 إسبانيا، أسينسيو، نوليتو، موراتا، ثلاث الريال هو من ساهم في عملية الهدف الثالث في اللقطة الماضية. 6 للمنتخب الإسباني، لا شيء لشتينشتاين. ألفارو موراتا والهدف السادس للمنتخب الإسباني. مش معقول، موراتا يعود مرة أخرى، ابن الريال الملكي
المدلل المدلل ألفارو موراتا يسجل هدف السابع وثاني أهدافه في مباراة اليوم منذ أن دخل بديلا لكوشتا، يسجل هدفين في مباراة اليوم. بوسكيتس وموراتا على يمين حارس المرمى يلي 7-0. غني باوغيتش سيلفا ينظر بنصف عين إلى المساعد الأول ويقول أنا أسجل الهدف الثامن للإسبان. ثاني أهداف سيلفا في مباراة اليوم. أسينسيو أسيست أكثر من رائع، تهيأت بشكل أروع من نوليتو وبالقدم اليسرى على يسار حارس المرمى. ثامن أهداف الماتادور 8-0، وسيلفا بيسجل ثاني أهدافه في مباراة اليوم في الوقت بدل الضيع. شوف بينظر إلى المساعد، مش معقول يا سيلفا، ارحم المساعد يا سيلفا، ارحم المساعد وحكم مباراة يا سيلفا.